نسوي منها الورد، طبعا بيجي معاها السكاكين اللي راح نعمل منها الوردات، وطبعا بيجي معاها لوح باكج بيكون المتدربة تتدرب عليها، ومنها يجي أبيض أو أسود أو بهذا الشكل. العصارة طبعا العصارة تختلف عن المعجونة، هاي للتزيين وتشكيل أشياء هندسية. راح نعمل شوية على العلبة، هاي شكلها، راح أفتحها قدامكم، راح أطلع مجموعة من عندها، شوفوها شلون لينة جميلة. أنا أخليها أبيض عشان اللي يحب هو يلونها، وطبعا ننطي فيها دورات، أو اللي عندها خبرة بيها أو أخذتها من عندي أو هي تعرف تستعملها فهي موجودة. شوفوا جماليتها بالسحب.